واضح ان النهاردة يوم جميل قوي في البونتي باندا. واضح كمان ان في حاجة في الموتور مش مظبوطة، الطيارة بتتهز جامد، لازم انزل هبوط اضطراري في اي مكان. ما عنديش الا اني انزل جنب المنارة. ايه ده يا خبر ابيض، الطيارة كان ممكن تقع تحت. انا لازم اكلم رجل الاطفاء سام عشان يجي ينقذني. توم هبط هبوط اضطراري عند المنارة. يلا يا بيني، مهمة جديدة هتبتدي. توم حصلت له حادثة جنب المنارة. علم يا فندم، انا وبيني هناخد جوبيتر ونروح له فورا. اهدى خالص يا توم، هنخرجك من عندك ما تخافش. احنا كنا محتاجين فينيكس يا بني، بس ما عندناش وقت، الطيارة ولبي ممكن تقع في اي لحظة، لازم نحاول ننقذ الوضع بالعربية جوبيتر. قرب لي العربية جوبيتر وخلي سلم الانقاذ الهيدروليكي جاهز. تحت شوية يا بني. ممتاز، خلي بالك كويس بقى يا بيني اثناء عملية السحب. حاول تفتح باب الطيارة يا توم. انا مش عارف اشكركم ازاي، انتم انقذتم حياتي، انا كنت فاكر اني خلاص هقع بالطيارة. مفيش داعي للشكر يا توم، ده شغلنا، احنا رجال اطفاء وانقاذ. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده واشترك في قناتنا علشان يوصلك اي فيديو جديد.